رئيس الجمهورية. منح رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الضوء الأخضر رسمياً لفتح وكالات بنكية في الخارج، لا سيما بدول إفريقيا. قرار لطالما انتظره المتعاملون الاقتصاديون والبنوك على حد سواء. البنك الوطني الجزائري أعد وهو حالياً في دراسة جدوى للانستالاسيون على مستوى السنغال وبالضبط في داكار، حتى نتمكن من مرافقة المؤسسات الجزائرية. الانطلاق في إنشاء وكالات بنكية بالخارج خطوة إيجابية، لكن يجب أن تكون مقرونة بجملة من الإجراءات التي تبسط عملية التعاون مع هذه الوكالات على غرار إجراءات تحويل الأموال وما تعرفه من تعقيدات. أنا نتمنى يكون في شراكة ما بين القطاع الخاص والعام في إنشاء هذه البنوك، وتكون بنوك رقمية. احنا القرار السياسي بالطبع هذا موجود، يعني في اراده سياسيه من طرف رئيس الجمهوريه، لكن التنفيذ نتاعها او الفعاليه نتاعها في الميدان لابد انها تكون على وقائع حقيقيه، يعني براغماتيه تاع تسهيل المانجمنت اداره الاعمال، كذلك على التسويق، كذلك على النجاعه والفعاليه في الميدان المالي، كذلك على تاهيل العنصر البشري اللي هو اهم جدا مهم جدا. لابد تكون عندنا استقلاليه تامه بالنسبه للبنوك هذه، ما نقدروش نسيروها بالطريقة اللي نسير بها البنوك في الجزائر. التسريع في عملية إنشاء الوكالات البنكية في الخارج اليوم أصبحت أكثر من ضرورة لما تحمله من فائدة على البلاد، إلا أن نجاحها اليوم مرهون بمدى الالتزام بالقطيعة مع الممارسات البنكية البيروقراطية.